تونس والتعليم حكاية متواصلة من 31 قرن. واليوم في تونس 4575 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية بنسبة التحاق 99.5% موزعة بالتساوي بين الإناث والذكور، وتعتبر من النسب الأعلى في العالم العربي. إجبارية التعليم في تونس بدأت منذ عام 1991، وعام بعد عام ارتفعت الميزانية المخصصة للتعليم، وارتفعت معها الميزانية المخصصة لكل تلميذ. رغم هالاهتمام الكبير، إلا أننا نلقاو أن تونس تحتل مرتبة متدنية كواحدة من آخر 5 دول في فهم العلوم والرياضيات حسب تقييم البيزا، حاجة اللي أثرت على مجالات كما التشغيل وخلت نسبة البطالة ترتفع من 12.5% عام 2006 إلى 15.3% عام 2017، من بينهم 30% من حاملي الشهادات العليا. هذه كلها أرقام تبين أنه مش المهم قيمة الاستثمار، لكن كيفية الاستثمار. بحكاية التلميذة باش نوريكم تصورنا كيفية تحسين نوعية التعليم، إمكانيات أقل وبنتائج أفضل. أمل طفلة صغيرة طموحة برشا ومتميزة في قرايتها، هي تعيش في منطقة نائية وتقرأ في مدرسة متواضعة. حلم أمل كان أنه مدرستها تكون مدرسة متطورة ومليانة بآخر المعدات التكنولوجية، بالضبط كما المدرسة اللي تقرأ فيها بنت عمتها في الخارج واللي ديما تحكي لها عليها. في يوم من الأيام زار قريتهم حافلة غريبة وعجيبة، حافلة للصغار الكل تلموا حولها يملأهم الفضول باش يعرفوا شنو هي بالضبط. وقت اللي تحلت بيبانها اكتشفوا قدامهم غرفة مجهزة بآخر التقنيات الحديثة من تابلت، روبوتات، نظارات الواقع الافتراضي إلى آخره، ومجموعة من المدرسين اللي جاوا خصيصا باش يعلموهم كيفاش يستعملوا هالأدوات. أمل فضلها الحافلة ولا عندها نفس الحظوظ مع غيرها في تعليم عصري مواكب للتطور، يمنحها فرص متكافئة في سوق الشغل مع غيرها في مناطق متقدمة. التجربة هذه كان عندها وقع إيجابي كبير عليها اللي خلاها تنجح بتميز وتكمل دراستها بأكبر الجامعات، وتنجح حتى بأنها تبعث مشروع خاص بها وتساهم به في خلق مواطن شغل جديدة وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد. في تونس 1,079,001 تلميذ وتلميذة محتاجين دعمكم باش يستفيدوا من المشروع، ورقم هذا أكبر برشا في العالم العربي. كونوا جزء من التغيير حتى نكونوا من هنا ل 2030 حققنا تعليم جيد. على خاطر تلامذة اليوم هم أطباء غدوة، هم المهندسين وأصحاب المشاريع، بغض النظر على المكان اللي تولدوا فيه ولا درسوا فيه.